بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في الكورس بتاعنا اللي هو المايكروسوفت بروجكت كورس. إن شاء الله بإذن الله الكورس هيكون كورس مختصر، كورس مركز على حاجات مهمة جدا أنت تقدر تستفيد منها من خلال استخدامك لمايكروسوفت بروجكت سوفتوير. أولا أعرفكم بنفسي، أنا مهندس شعبان عثمان، سيرتيفايد بي ام بي، سيرتيفايد ريسك مانجمنت، سيرتيفايد ان بيزنس اناليسيز، ودبلومة إدارة المشاريع من الجامعة الأمريكية. بشتغل فريلانسر ترينر حاليا من 2014 لحد الآن، سواء داخل مصر أو خارج مصر. بشتغل مع كاستمرز زي دار الهندسة وراسكم المقاولين العرب. بشتغل برا مصر مع الشركة السعودية للكهرباء وغيرها من مراكز التدريب. إن شاء الله بإذن الله هكون خلال هذا الكورس مركز على ربط البروجكت مانجمنت مع المايكروسوفت بروجكت، وازاي ان احنا نقدر نستفيد من هذا الربط خلال هذا الكورس. اولا خليني اقول لكم ان الكورس هيكون عبارة عن مجموعة من الفيديوز، مجموعة من الفيديوهات المختصرة المركزة. فالكورس بتاعنا يعتبر كورس مختصر وليس كورس ديتيلز اباوت مايكروسوفت بروجكت سوفتوير. الريفرنسز اللي انا اعتمدت عليها في اعداد هذه الماتيريال وفي شرح هذا الكورس هو البيم بوك 6 اديشن، والبيم بوك 6 اديشن هو اختصار ل بروجكت مانجمنت بادي اوف نوليدج، وده بيسموه الدليل المعرفي لاداره المشاريع الاصدار السادس، وده صادر من معهد البي ام اي. كمان في كتاب جميل اسمه مايكروسوفت بروجكت ستيب باي ستيب، ده لكارل وكمان تايم في، الاثنين دول مؤلفين هذا الكتاب بيشرحوا فيه ازاي انك انت تستفيد من المايكروسوفت بروجكت. وكمان مايكروسوفت ويب سايت اللي هو الموقع الخاص بمايكروسوفت. الكورس اوتلاين او الخطوط الرئيسية للكورس بتاعنا هو، خلي بالك، شورت كورس هيكون يشمل انترودكشن بسيطة على البروجكت مانجمنت. طب هل هي لازمة؟ لازمة لان احنا اصلا بنستخدم المايكروسوفت بروجكت تو مانج او كنترول او بلان فور يور بروجكت، وبالتالي مهم ان احنا يكون عندنا فكرة ولو مبسطة على موضوع البروجكت مانجمنت، ودي ان شاء الله باذن الله هنحاول ان احنا نختصرها. كمان من ضمن الاوتلاينز بتاعت الكورس هو المايكروسوفت بروجكت بيزك ستيبس، هنشرح الستيبس الخاصة بكيفية استخدام هذا البرنامج to plan أو manage and control your project. ثم هنتكلم كمان تفصيليا على how to create work breakdown structure اللي هو هيكل تجزئة الأعمال، ازاي انك انت تعمله في المايكروسوفت بروجكت. ثم اخيرا هنوصل بإذن الله لإعداد جدول زمني مبسط على المايكروسوفت بروجكت. طب هل دي هي كل الفيتشرز بتاعت هذا البرنامج؟ بالتأكيد لا، في فيتشرز كتيرة زي مثلا الريبورتس والتراكينج والكوست، لكن احنا ممكن ما نتعرضش ليها في خلال هذا الشورت كورس، لان الهدف من الكورس ان احنا بنخلي الناس ان هي تاخد فكرة مبسطة عن الكورس، وبالتالي تقدر تعتمد على هذه الفكرة وتبحث وتدور، وبنظرية لتراي اند ايرور تقدر انك انت تعرف بقية الفيتشرز بتاعت هذا البرنامج السهل الجميل المنتشر. طيب لو جينا نتكلم على الكورس سكيجول، طبعا احنا عندنا الكورس هيبقى في حدود زي ما قلنا شورت كورس، فهي نفس العناصر بتاعت الاوتلاين، ممكن في يوم واحد بس تتغطى لو هنتكلم على كورس فيزيكال. طيب ايه هي الكورس استراتيجي اللي انا هشتغل عليها طوال الكورس؟ احنا عندنا يمكن الناس اللي متابعاني على القناة في كورس كامل على البراميفيرا، في كورس كامل على البراميفيرا، هيلاقوا نفس المنهجية بالظبط اللي انا هشرح بيها او اللي انا شرحت بيها برنامج البراميفيرا، هي نفس المنهجية تماما اللي انا هشرح بيها برنامج المايكروسوفت بروجكت. و باي ذا واي ان التو بروجرامز دول
بيستخدموا مع نفس التاسكس، يعني هما الاثنين بنستخدمهم علشان ديفلوب سكيدجول، استيميت كوست والريسورسز والكنترول والتراكينج والريسكس، تمام؟ فبالتالي هتلاقيني نفس الستبس بالظبط. الكورس البرامي فيرا متاح فور فري على اليوتيوب، ومتاح منه اصدار اخر على يوديمي، بالاضافة انها في مجموعة كورسات اخرى على يوديمي زي كورس في البيزنس اناليسيز اللي هي تحليل الاعمال، شهادة اللي اسمها البي بي اي، في كورس كمان في البيزنس اناليسيز اكزامز، ده امتحانات في شهادة تحليل الاعمال، في كمان كورس في البروجكت مانجمنت، في كورس في البروجكت مانجمنت اكزامز، وفي كمان كورس في الريسك مانجمنت، بالاضافه انك انت ممكن تلاقي او في كورس في البروجكت مانجمنت ورك شوبس اللي احنا بنتكلم فيه فقط على تطبيقات عمليه في اداره المشاريع وتحليل الاعمال والمخاطر. طيب رجوعا الى الكورس بتاعنا، فالكورس الاستراتيجي هنا ان انا هشرح كل خطوه ثيوريتيكالي او نظريا عن طريق الماتيريال اللي انا عاملها، ثم هنطبق الخطوة دي ببساطة على السوفت وير الخاص بالمايكروسوفت بروجكت، ودي نفس الاستراتيجي اللي انا ماشي بيها في موضوع البراميفيرا، تمام؟ طيب ايه المصدر بتاع المايكروسوفت بروجكت؟ ايه المصدر بتاع المايكروسوفت بروجكت؟ بكل تأكيد المصدر بتاع المايكروسوفت بروجكت هو شركة مايكروسوفت، او اللي هم كاتبينها على الويب سايت بتاعهم مايكروسوفت كوربوريشن، او شركة مايكروسوفت اللي هي الشركة الشهيرة والمعروفة. فبالتالي هي بيصدر منها العديد من البرودكتس من ضمنهم هذا الاصدار. طيب السؤال هنا، هل المايكروسوفت بروجكت ليه فيرجنز؟ يعني زي مثلا لما نبص على البراميفيرا فبنقول ان احنا عندنا فيرجنز في البراميفيرا من فيرجن بي 6 لحد دلوقتي، يعني اخر كورس انا اديته في البراميفيرا كان على فيرجن 18.8 او 18.8.2، يعني وصلنا لحد الاصدار 18 تقريبا او 18 علامة 8. فهل المايكروسوفت بروجكت ليه نفس الفيرجنز؟ المايكروسوفت بروجكت ليه فيرجنز كتيرة، اللي انا عرفته من خلال السيرش ان في فيرجن في 2000، كان في 2000 وفي في 2007، ده اكثر الاصدارات شهرة، يعني 2000 و2007، 2013 وفي 2016. طب الكورس اللي احنا هنشرحه هيكون على انهي اصدار من دول؟ هيكون على اصدار 2017. ليه؟ هو اصدار متوسط، يعني هو بيجمع ما بين الابديت الى حد ما، بيجمع طبعا في كل الفيتشرز بتاعة الالفين. فانا اقصد في كلامي ان اي فيرجن من دول على فكرة هيؤدي الى حد ما الغرض معاك، يعني على يعني في فيتشرز كتيرة يا جماعة في المايكروسوفت بروجكت او خاصة البراميفيرا احنا ما بنستخدمهاش. فمهم انك انت الاول تبقى عارف انت هتستخدم البرنامج في ايه، هتستخدمه مثلا على نطاق مشاريع صغيرة لاعداد الجدول الزمني بدل ما تعمله بالاكسل، او بدل ما تعمله فري هاند، خلاص اختار اي فيرجن قديم يكون متاح معاك فور فري. طيب هل الفيرجنز دي متاحة فور فري؟ لا، هي بريبيد على موقع المايكروسوفت، لكن ممكن تعمل سيرش على النت تلاقي في بعض الناس منزلها نسخ خاصة من الاصدارات بتاعة 2007 و 2013، لكن اعتقد 2016 كله بريبيد، تمام؟ طيب السؤال هنا بالمرة قبل ما نسيب النقطة دي اللي كان مرة اتسأل لي في كورس قريب كان في البراميفيرا، ايه الفرق ما بين مايكروسوفت بروجكت، مايكروسوفت بروجكت as a software والبراميفيرا اوراكل؟ البراميفيرا ده برنامج نفس الفيتشرز بتاعت المايكروسوفت، لكن هو في other او additional features، يعني في مميزات اكتر من المايكروسوفت. مثلا ممكن يربط ما بين مشاريع كتيرة، في فيتشرز وتقدر تعمل بيه حاجات اكتر من المايكروسوفت، لكن من وجهة نظر المتواضعة المايكروسوفت يا جماعة يؤدي الغرض وخلاص، ما تعقدش نفسك، المايكروسوفت يؤدي الغرض. لكن هتشتغل على مستوى الانتربرايز، يعني هتشتغل على مستوى شركة بكل مشاريعها وعايز تربط هذه المشاريع مع بعض،
فيفضل طبعا البراميفيرا. البراميفيرا ده من انتاج شركه اوراكل، ودي شركه امريكيه بكل تاكيد. والمايكروسوفت بروجكت هو برضو من انتاج شركه مايكروسوفت، وهي شركه امريكيه. فدي شركه ودي شركه. اخر اصدار في البراميفيرا هو زي ما انا قلت من شويه 18.8. اخر اصدار تقريبا من المايكروسوفت بروجكت على حد علمي هو 2016، بس انا اعتقد ان في اصدار نزل بعد كده. فالاثنين يؤدوا نفس الغرض. طبعا مين يحدد انهي برنامج من دول هتستخدمه؟ اولا سياسه الشركه، يعني في شركات بتشتغل فقط بالمايكروسوفت بروجكت، في شركات بتشتغل بالبراميفيرا بس. معظم شركات الكونستراكشن اللي انا شفتها، معظم شركات الكونستراكشن بتشتغل بالبراميفيرا. معظم المصانع والشركات اللي هي شغاله بنقول عليها اوبريشنز، يعني ريزر زان بروجكتس، فهي تلاقيها شغاله بالمايكروسوفت بروجكت. تمام. طيب مين اللي بيفرض عليا كمان من ضمن العوامل اللي بتخليك تختار انهي برنامج من دول تشتغل عليه؟ زي ما قلنا ثقافه المؤسسه، طبيعه المشاريع، وكمان الكلاينت او الكاستمر. يعني انت لو راجل فيندور او سبلاير والكلاينت قال لك لا انا هستخدم مايكروسوفت بروجكت، خلاص هتستخدم مايكروسوفت بروجكت. تمام. يا اما تستخدم البراميفيرا وتدي له دوره تدريبيه على حسابك في البراميفيرا، في البراميفيرا. وده فعلا اكتشوالي حصل مع دار الهندسه، مع يعني شركه من اوغندا. تمام. اذا عوامل كتيره بتحدد انهي برنامج من اللي احنا اتكلمنا فيهم هتستخدمه في مشروعك. الكورس ده موجه للناس اللي هم البيجنر، او الناس اللي هم لسه بيبداوا، بحيث ان احنا نقدر نحطهم على الطريق يتعلموا المايكروسوفت بروجكت، وممكن يفتح لهم فرص للتوظيف. طيب هل في سبيشال ريكويرمنتس لهذا السوفت وير؟ لا ما فيش سبيشال ريكويرمنتس ولا حاجه. يعني هو بيشتغل على طبعا ويندوز، من معاك من ويندوز 7 لحد ويندوز، يعني لحد ويندوز 12 تقريبا، يعني باي ويندوز بيشتغل ما فيش مشكله خالص. هو ما ملهوش سبيشال ريكويرمنتس ولا حاجه. التسطيب بتاعه سهل جدا، يعني انت لو معاك البرنامج هتلاقي في ايقونه كده اسمها سيت اب، مجرد ما تدوس عليها هو اصلا اوتوماتيك بيبدا يحصل له سيت اب. يمكن التسطيب بتاعه اسهل من تسطيب برنامج البراميفيرا. لكن اللي انا لاحظته ان البراميفيرا الاوراكل منزله نسخه فور فري من البراميفيرا 18 كنسخه تجريبيه. وعلى فكره النسخه التجريبيه دي ما بيكونش ليها ليميتد تايم، يعني تقدر تستخدمها اكتوال في المشاريع، وتقدر تقوم بواجبات كتيره معاك في المشاريع، في المشاريع بدون ما انك انت تضطر تشتري الاوريجينال كوبي اللي هي ممكن توصل لحد $3000. السوفت وير اوريجينال بتاع المايكروسوفت بروجكت على موقع مايكروسوفت تقريبا ب 500 او 500 وكسر دولار. طيب what are tasks can be done with مايكروسوفت بروجكت؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله بهذا البرنامج؟ خليني اقول لك ان احنا ممكن نعمل بلانز، كرييت بلانز باي ليفل اوف ديتيلز، يعني باي مستوى من التفاصيل. طبعا كلمة تفاصيل دي الناس اللي دارسة project management depend على ال project priority، على أولوية المشروع وأهميته في الشركة. بالإضافة كمان من خلال هذا السوفت وير تقدر تعمل control على ال project، سواء control على ال schedule أو control على ال cost أو control على ال resources. كمان تقدر تعمل manage للtasks، manage للcost، تمام، مانج للريسورسز. وكلمه مانج يعني برضو في حد ذاتها هي كلمه كنترول. فاحنا عشان نعمل مانج فبنقارن الاكتوال بلاند، يعني بنقارن المنفذ بالمخطط. والحاجات دي هنربطها مع بعض في خلال الكورس. هنربط عمليات اداره المشاريع اللي الناس بتسمعهم او بتحضر الكورسات بشكل نظري مع الفيتشرز
بتاعت هذا السوفت وير، وبالتالي تقدر انك انت هنا توصل لنقطة التطبيق او توصل لنقطة الاستفادة من كورسات البي ام بي. نقدر نعمل كمان بلانز زي ما قلنا، نقدر نعمل ريبورتس، ونقدر نعمل كمان شير ريبورتس، يعني نشارك هذه التقارير مع الآخرين. لكن عندي ملحوظة مهمة، لو انت هتستخدم المايكروسوفت بروجكت فاللي بتعمل معاه شير للتقرير ده لازم يكون بيستخدم نفس الفيرجن بتاع المايكروسوفت بروجكت. بي كيرفول من النقطة دي. طيب بنقدر نعمل طبعا تراكنج ومانج للبلانز، بنقدر نعمل كالبريشن اند شور داتا زي ما قلنا في موضوع الريبورتس، او يوز ريسورس بولز، يعني من خلال انك انت تقدر تعمل ريسورس بريك داون ستراكشر في المايكروسوفت، وبالتالي تقدر تستخدمه ثرو اوت ذا بروجكت لايف سايكل. تمام، دي سم تاسكس اللي احنا ممكن نعملها بالمايكروسوفت بروجكت. طيب في سؤالين مهم ان احنا نجاوب عليهم عشان نبقى عارفين احنا عايزين ايه. اولا الهدف الاساسي من استخدام المايكروسوفت بروجكت او برنامج البراميفيرا هو ديفلوب سكيدجول اند استيميت كوست. طيب ليه اصلا احنا بنعمل بروجكت سكيدجول؟ يعني صعب جدا تلاقي مشروع اصلا ما فيهوش سكيدجول او ما فيهوش كوست او ما فيهوش سكوب. تمام، يعني دول الثلاث ركائز الاساسيه، عشان كده بتلاقيهم في البروجكت مانجمنت مسمينهم الميجرمنت بيرفورمانس بيزلاينز. يعني اقول لك سكيدجول ده بيزلاين، ده الخط اللي انت هترجع له، كوست بيزلاين، كمان سكوب بيزلاين. طيب رجوعا للسؤال بتاعنا، احنا بنعمل الجدول الزمني ليه؟ لو انت راجل كونتراكتور او مقاول او سب كونتراكتور او فيندور او سبلاير، فانت بتعمل الجدول الزمني to calculate project finish date عشان تعرف المشروع بتاعك هيخلص امتى، او بمعنى اخر تبقى عارف هل انت فعلا هتقدر تحقق التواريخ اللي يفرضها عليك المالك ولا لا. ايه كمان؟ calculate the start and finish date for each activity، يعني من خلال الديفلوب سكيدجول فاحنا نقدر نحدد بداية ونهاية كل نشاط عندك في المشروع. والبداية والنهاية دي هتفرق معانا في ايه؟ هتفرق معانا طبعا في التوتال بروجكت ديوريشن، وهتفرق معانا في الكنترول والتراكنج. تمام؟ ايه كمان؟ هنقدر من خلال البروجكت سكيدجول ان احنا نشوف ايه هو البريدكتيف بروجكت كاش فلو، يعني ايه الفلوس اللي احنا عايزينها والتمويل اللي احنا عايزينه، وعايزينه كل قد ايه او كل وقت قد ايه. يعني من خلال البروجكت سكيدجول، لو احنا تخيلنا البروجكت سكيدجول كده، فنقدر نقول ان احنا الفاندنج بيكون ماشي كده. طيب الفاندنج ده احنا بنحسبه ازاي؟ علاقة ما بين التايم وما بين الكوست. فنقدر من خلال السكيدجول اللي هو التايم هنا يعتبر، نقدر نحسب ايه الفاندنج ريكويرمنتس، يعني انا عايز كاش فلو قد ايه، وهل لو انا او هل الكاش فلو ده هل المالك هيقدر يوفي بيه. طيب السؤال الثاني كمان، ممكن يكون المالك متفق معاك ان هو المستخلصات هتاخدها كل شهرين ثلاثة مثلا. طيب انا كراجل كونتراكتور هل هقدر اوفي بمتطلبات المشروع خلال الشهرين ثلاثة دول واستحمل لحد ما اخد مستخلص؟ الأسئلة دي تقدر تجاوب عليها لو انت عملت بروجكت سكيدجول، بس يكون حقيقي ما يكونش مضروب. يعني improve work efficiency، من خلال الجدول الزمني تحسن الأداء في المشروع. تقدر تراقب المشروع بكل تأكيد لو ما عندكش بلان، ما عندكش كنترول. evaluate the effect of changes، التعديلات في المشاريع، وموضوع التعديلات ده موضوع مهم جدا، وما فيش مشروع يا جماعة من غير تعديلات، لأن في بعض التعديلات بتبقى حتمية أو مفيدة. فلو عايزين نعرف تأثير هذا التعديل علينا قد إيه، فده بيكون من خلال السكيدجول بيسلاين. كمان نقدر نعمل define and calculate time delay، تأخيرات في الوقت مقدارها قد إيه، متوقعة
وهنعمل بها كليم ولا لا. الأمور دي تقدر تحسبها أنت كراجل كونتراكتور من خلال إنشاء جدول زمني حقيقي. طيب هل لو أنا أونر أو لو أنا مالك هل المفروض أعمل سكيجول؟ آه طبعاً المفروض تعمل سكيجول، أو على الأقل أو على الأقل بتبقى محدد الستارت ديت والفينش ديت للبروجكت، وتخلي المقاول اللي عندك يعمل جدول زمني within two milestones دول. يعني انت بتحدد له البداية والنهاية، وبالتالي كده حددت له الديوريشن، وهو يبدأ يعمل لك جدول زمني، وتبدأ انك انت تراجع وتشوف هل هو فعلا ملتزم بالدو ديتس دي ولا لا. طيب هل الافضل ان انا اعمل جدول زمني؟ يعني ما اقولش للمقاول اللي هنبدأ يوم كذا او ننتهي يوم كذا بس، ولا انا اعمل جدول زمني تفصيلي؟ هو يفضل انك انت تعمل جدول زمني. ليه؟ علشان تقدر تتابع المقاول صح، وتقدر تفهم اذا كان هو فعلا الجدول الزمني اللي عمله ده حقيقي ولا مضروب. كل ما انت كنت فاهم كاونر او ككلاينت او ككاستمر، كل ما انت قدرت تتابع وتناقش المقاول صح، تمام؟ فاذا لو انا اونر فانا هقدر اعرف الاكسبكتد فينش ديت للمشروع بتاعي متوقع، هقدر كمان ريفيو هراجع واتاكد ان التخطيط بتاع المقاول ده تخطيط مناسب وفعلا مستند الى واقع، هقدر كمان اتوقع الكاش فلو بتاع المشروع لان انا اصلا يعتبر الفاندنج بتاع المشروع. فمن خلال الجدول الزمني ده هقدر اقول طيب الجدول الزمني ده بيقول ان المشروع هيخلص في سنتين، هل انا فعلا عندي الامكانية المالية ان انا اصرف على المشروع ده واخلصه في سنتين، ولا ازود الفترة الزمنية شوية بحيث ان الكاش فلو المطلوب بير تايم يقل شوية؟ فده لازم تعرفه انت من الاول قبل التعاقد مع المقاولين. هتقدر كمان تقيم تأثيرات التعديلات، وتقدر تراجع الكليمز بتاعت المقاول خاصة فيما يخص التايم. اذا نقدر نقول من كل كلام ده مفيش مشروع من غير جدول زمني، بس يا حبذا لو الجدول الزمني ده واقعي مش متاخد كوبي بيست من اي مشروع قديم وخلاص. الانترفيس بتاعت البرنامج بعد ما تسطبها هتكون بهذا الشكل، انترفيس بسيطة جدا جدا. طبعا هي فيها فيتشرز من البراميفيرا، لكن هي ابسط من البراميفيرا او ابسط من الانترفيس بتاعت البراميفيرا بكتير. ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض ستيب باي ستيب في كيفيه استخدام هذا السوفت وير الجميل والسهل في التخطيط للمشاريع، في اداره المشاريع، وفي كمان مراقبه المشاريع. ده كان اول فيديو تعريفي بالكورس، عرفنا فيه ايه هي الهدف بتاع الكورس، عرفنا الاوتلاينز او الاوتلاين بتاعت الكورس هتتكلم عليه، عرفنا كمان نبذه مختصره عن المايكروسوفت بروجكت ومقارنه بسيطه بينه وبين البراميفيرا بسيطه جدا، وعرفنا اخيرا هو احنا ممكن نستخدم المايكروسوفت بروجكت في ايه بالظبط في المشروع او خلال دوره حياه المشروع. وكان اخر توبيك اتكلمنا فيه ليه اصلا بنعمل الجداول الزمنية. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في الفيديو القادم، هنبدأ مع بعض نتكلم على هذا البرنامج، وكمان نشرح شوية معلومات بسيطة على البروجكت مانجمنت. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.